بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال بأطفال يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا بالأمس قس درجة البرودة لهذا المخزن، زين عند وضع وحدة التكييف هذه على 20، واليوم كملت تقريبا حدود أقل من 24 ساعة تم وضع على 22. راح نشوف أيضا قياس درجة البرودة ودرجة الحرارة في هذا المخزن. طبعا حاليا الحين الساعة 10 صباحا، الحرارة 20.5 على هذا الجهاز، وهذا تقريبا 21، وهذا أيضا 21.5، في واحد ثاني بعد هذا، زين 21، أوكي. أيضا راح أقيس درجة الهواء البرودة. طبعا هذا الضاغط أو الكمبرسر كان طافي، زين الحين اشتغل، راح يبدأ يبرد. إذا تركته تقريبا مدة 5 دقائق شوف درجة الحرارة تنزل، لأن الحين اشتغل راح ياخذ مدة لغاية ما طبعا تنزل. أيضا ممكن أعدل في درجة البرودة أو درجة الحرارة للمخزن هذا، راح أيضا أغيره أحطه 24، هذا 24، عدلت 24، وراح نشوف كم راح يعطينا درجة الحرارة زين في هذا المخزن. طبعا مثل ما قلت لكم من ضاغط الكمبرسر اشتغل قبل شوي، يعني البرودة تنزل راح تاخذ وقت لغاية ما تنزل. اذا اذا من يظن ان هذه درجة الحرارة هذه جيدة يخبرني، وايضا راح اقيسها ان شاء الله بعد ساعتين 3 ساعات 4 ساعات او في الليل، نشوف كم راح تكون درجة الحرارة للمخزن هذا عند وضع على 24. لا تنسون إذا كنتم تظنون أن درجة الحرارة هذه راح تكون جيدة للمخزن في هذه الحدود 20 21 تقريبا، أوكي 20 21 وصل 19، أوكي هذا نفس الشيء بعد، يعني لأن اشتغل الضغط فراح ينزل تنزل لهذه الحدود، ولكن راح تستمر على 20. خبروني إذا كانت هذه درجة الحرارة مناسبة للمخزن، وأيضا راح أقيسها مثل ما قلت على 24. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع الجمال. شكرا جزيلا.